السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل 5 مسألة في مشروع ايلر، فخليكم معايا. هو المسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الرقم 2520 ده الرقم اللي ممكن انا اقسمه على كل الاعداد من 1 ل 10. يعني لو انا جيت قسمته مثلا من اعداد من 1 لحد 10 كلهم تدينا اعداد صحيحة، ماشي؟ طب بعدين فهو قال لك انا عايز بقى الرقم اللي هو ممكن ان انا اقسمه على اي عدد من الاعداد من 1 لحد 20، تمام؟ فالفكرة بقى ايه؟ ان الشرح بتاع الفيديو ده هيعتمد برضك على الاعداد الاولية. الفكرة برضك ان اي عدد في الدنيا عبارة عن حاصل ضرب مجموعة من الاعداد الاولية. لو انت مثلا ما سمعتش الفيديو او حل المسألة رقم 3، فتك بس هنا على الجزء ده، هيوديك للفيديو رقم 3 وفيه شرح كل حاجة، تمام؟ طيب فالمسألة ايه بقى؟ الفكرة ان احنا مثلا لو عندنا رقم من الفترة اللي عندنا مثلا من 1 لحد 20، فاحنا هنجيب الاعداد الاولية اللي موجودة في الفترة دي، تمام؟ وبعد كده نضربها في بعضها. طب ماشي، طب ممكن مثلا حد يقولك طب ما انت مثلا لما تضرب الاعداد كلها، مش هو بيقولك بيبقى القسمة على من 1 لحد 20؟ طب ما هو يبقى العدد عبارة عن حاصل ضربهم. لا، هو الفكرة ايه؟ هو بيقولك عايز اصغر عدد، هو عايز اصغر عدد، تمام؟ فالفكرة في كده، تمام؟ فهو يعني عايزك ان انت تجيب له اصغر عدد. انما لو الحل ده تمام، كان ممكن يقولك عدد بيبقى القسمة على 1 لـ20، كنت هتقول الحل ده. انما لا، هو عايز اصغر عدد، تمام؟ فاحنا هنجيب مجموعة الاعداد الاولية الموجودة في الفترة ديت ونضربهم كلهم في بعض، تمام؟ هيبقى لك مجموعة أعداد تانية، يعني مثلا الأعداد من 1 لحد 10، الأعداد الأولية الموجودة فيها كام؟ 2، 3، 5، 7 بس. والأعداد التانية اللي مش أولية عدد شبه الأربعة، عدد شبه الستة، التمانية، التسعة، العشرة، الأعداد ديت. طيب العدد مثلا شبه مين؟ شبه العشرة مثلا. العشرة عبارة عن عدد مش أولي بس حاصل ضرب أعداد أولية. شبه مين؟ شبه الاتنين والخمسة، تمام؟ فالفكرة إن إحنا بقى هنيجي هنجيب الاعداد الاوليه ديت نضربها في بعضها، تمام؟ وبعد كده حاصل ضرب الاعداد ديت هناخده ونقسمه على الاعداد مين؟ على الاعداد الباقيه اللي هي مش اوليه، بحيث اشوف بقى مثلا ايه العدد ده، يعني في باقي للاسم ولا مفيش باقي. لو في باقي للاسم هيكون هو عباره عن عدد اولي، فاضربه فيهم، فاضربه في العدد برضك الناتج. لو مش باقي اسم خلاص هعد. فانا عارف ان الموضوع يعني صعب شويه انت تتخيله، فتعال نشوف الكود ونشوف هو بيعمل ايه. فاول حاجه هو الكود بيبدا هنا، ادا الاند اللي هو النهايه بتاعتنا اللي هو رقم 20، وبعد كده نقول له جيت سمولست مالتيبل اللي هو ايه لحد الاند، تمام؟ فالميثود ده هي اللي هتديني الناتج. طيب تعالى نروح نشوف هي بتعمل ايه. اهي اول حاجه احنا هندي لها الاند اللي هي عندنا 20 هنا اهو، وبعد كده هي بتعرف ذا نمبر دي اللي هو يبقى الناتج، اللي هو النتيجه اساسا اللي احنا عايزين نوصل له، تمام؟ هنبدا اول حاجه برقم 1، تمام؟ وبعد كده احنا بقى هنقول له في حاجه اسمها برايمز ومالتيبلز اللي هو الاعداد الاوليه والاعداد غير اوليه في الفتره. طب هجيبها منين؟ هجيبها من ميسو الثانيه هتديني الكلام ده اللي هي اسمها برايمز مالتيبلز انتل، تمام؟ طب دي بتعمل ايه؟ بدلها الاند بردك وبتعمل فور لوب من رقم 2 لحد رقم 1. طب ليه بدات برقم 2؟ عشان اي عدد اسام في الدنيا بيبقى الاسم على كام؟ بيبقى الاسم على الواحد، فمش مضطر ان انا اخد الواحد معايا اساسا، تمام؟ فهبدا الاسم، الفكره عندي هبدا ان احنا نبدا بس نحسب من عند رقم 2، يبقى من 2 لحد رقم كام؟ لحد الاند اللي عندي. انا زودت عليه 1 طبعا عشان يبقى الاند محسوبه معايا، تمام؟ كل رقم هشوفه لو هو برايم ولا مش برايم. لو برايم هضيفه مع البرايمز اللي هي الليست بتاعت البرايمز، لو مش لو غير كده خلاص هضيفه مع المالتيبلز، تمام؟ وبعد كده بقى هرجع مين؟ هرجع البرايمز والمالتيبلز. طب تعال نشوف بقى از برايم. از برايم برضك نفس الكلام، اللي هو مثلا لو رقم 0 او 1 هترجع فولس. طب هنبدأ بقى من رقم 2، تبدأ بقى نفس الكلام ده. احنا شرحناه قبل كده ان هو اي عدد لو عايز اجيب معاملاته بتبقى ببحث بس من حد جذر العدد، مش شرط ان انا ابحث من اول حد، من اول رقم 2 لحد العدد، لا انا ممكن ابحث لحد جذر العدد بس، جذر التربيع العدد. برضك نفس الكلام ده شرحناه في فيديوهات قبل كده، المسائل قبل كده واتكررت قبل كده، تمام؟ فالفكرة بس ان انا هشوف معاملات العدد ده، لو لقيت اي عدد بيقبل اسم عليه خلاص هرجع فولس، لو لقيته هو ما بيقبلش الاسم على اي عدد في الفتره ديت خلاص هرجع ترو، يبقى هو عدد برايم، تمام؟ طيب وبعد كده خلاص، فالميثود ديت بقى هترجع لي مين؟ هترجع لي البرايمز والمالتيبلز. طيب وبعد كده انا استفدت ايه؟ هاجي بقى على كل برايم في البرايمز ديت واضربهم في بعضها، تمام؟ فهيدينا رقم، ماشي؟ هنقول اللي هو ذا نمبر، هيبقى الرقم اللي عندنا دلوقتي هو حاصل ضرب مجموعه من الاعداد الاوليه. طيب في بقى احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا في اعداد تانية شبه الاربعة والستة والتمانية والعشرة والكلام ده كله، برضك اعداد تانية بس ايه؟ حاصل ضرب مجموعة من الاعداد الاولية. فانا عايز اشوف الاعداد ديت
موجوده معايا في الضرب ولا مش موجوده؟ يعني ايه موجوده معايا في الضرب؟ يعني لو انا جبت العدد ده هو ذا نمبر وقسمته على العدد مثلا 4 او 6 او 8 وادينا رقم صحيح، يبقى خلاص الرقم 6 ده موجود معايا، يبقى فعلا العدد ده بيبقى الاسم على الست. طب افرض ان هو طلع لي كسر، فهو الكسر اللي هيطلعه ده هيبقى عباره عن عدد اولي، تمام؟ يعني باقي قسمته، يعني الباقي قسمته مثلا الرقم ده على 4، فباقي قسمته كام؟ هيطلع 2 مثلا، هيطلع 2 فعلا، تمام؟ فيبقى خلاص الاثنين ده عباره عن عدد اولي، فاقوم جاي واخد ذا نمبر ده وضربه في الاثنين، وضربه في 2، تمام؟ اللي هو باقي الاسم اساسا، تمام؟ طب افرض بقى مثلا ان باقي الاسم ما طلعش عدد اولي، خلاص لو باقي الاسم ما طلعش عدد اولي هعمل لباقي الاسم ذات نفسه اخليها عدد اولي، تمام؟ انا عارف ان الموضوع داخل في بعضه كده، بس هو دي الفكره، ودي يعني حلاوه المساله في كده، يعني هو الدنيا داخله في بعضها، بس هي الفكره بسيطه بس الدنيا داخله في بعضها شويه، تمام؟ طيب بعد كده احنا هنيجي على مين؟ على المالتيبلز العاديه. اهوت اول حاجه هجيب مين؟ هجيب باقي الاسم بتاعته، لو باقي الاسم هو هسميه ريمايندر، لو باقي الاسم بيساوي صفر خلاص يبقى العدد اساسا بيبقى الاسم عليه، فانا مش محتاج ان انا اعمل حاجه، فهيكمل خلاص مش هيعمل اي حاجه ويكمل يخش على الفور لوب دي تاني. طيب طب افرض بقى الاسم ما بقاش صفر، خلاص لو باقي الاسم مش صفر هيشوف اول حاجه لو باقي الاسم ده عدد اولي، لو باقي الاسم ده عدد اولي فخلاص اقوم انا جاي ضرب على طول، احنا قلنا اساسا اي عدد في الدنيا عباره عن حاصل ضرب عدد اولي، فلو الباقي اسمه طلع عدد اولي خلاص هضربه وانا مطمن، انما لو ما بقاش عدد اولي او ما كانش عدد اولي لا هضطر بقى ان انا اخد باقي الاسم ده واخليه يعني ايه اشوف بيتضرب في انهي عدد اولي، تمام. فبعد كده هجيب بقى طالما ما طلعش عدد اولي باقي الاسم، فاقوم انا جاي هجيب بقى البرايمز اللي عندي كلها، تمام، واقوم جاي قاسم الريمايندر دوت على البرايمز اشوف باقي اسمته يعني باقي الاسم عليه قد ايه، تمام. لو لقيت ان هو بيقبل اسم عليه ماشي على واحد من البرايمز دولت، فاقوم انا جاي واخد النمبر وضربه في البرايم ده واعمل بريك، تمام. فالفكره ان هو لو انا هجيب الريمايندر واقسمه على البرايم، لو لقيت ان هو فعلا بيقبل اسم عليه خلاص هقوم جاي ضارب النمبر في البرايم ده ذات نفسه، تمام، واعمل بريك بقى، مش مضطر ان انا ابحث في اي برايمز تانيه، تمام. البريك بقى هتطلعها من مين؟ هتطلعها من الفور لوب ديت، ماشي، مش هتطلعها من الفور لوب كله، لا هتطلعها من الفور لوب ديت بس، وبعد كده اطلع تاني واكمل وهكذا يعني، ويفضل شغال الموضوع ده. انا عايزك بس الفكره لو انت خدت ورقه وقلم وعملت الكلام ده بايديك مثلا وطبقته على رقم مثلا من 1 لحد 10 هتلاقي الموضوع، وطبقته على الكود بتاعك كده هتلاقي فعلا الموضوع ده صح، تمام كده، تمام. فانا عايزك بس تمشيه خطوه خطوه بس، عشان مش هعرف انا اوضح كل حاجه عشان الفيديو بس ما يطولش معايا، فانت هات ورقه وقلم ومشي مع الكود خطوه خطوه، حتى لو رقم 1 لحد 10، تمام، هتلاقي الدنيا سهله ان شاء الله وهتطلع معاك وهتفهم بقى الموضوع جاي منين والكلام ده. دي اللي انا عملته، ماشي، فانا دي اللي انا عملته، وجبت ورقه وقلم وفضلت احل الموضوع كده وجبت الكود ده، تمام. فبس فهو الموضوع فيه كده يعني ايه، عايز بس ورقه وقلم وكوبايه شاي وظبط نفسك كده بس. تعالى كده نجربه في ثانيه، تمام، في ثانيه دي طلع الرقم اللي عندك اهو، تعالى ناخده كده، ناخده كوبي، تمام. الحل الحمد لله طلع صح، اهو قال لك كومبليتد، تمام، فالحمد لله الحل طلع تمام مفيش اي مشكله، كان المساله رقم 5 اتحل. يعني الجميل برضك في الحل ده ان انت لو جيت جربته مثلا على اعداد كبيره جدا، يعني شبه مثلا ال 100 ال 1000 ال 10000 هتلاقيه بيطلع الحل في ساعتها، يعني الحل الحمد لله يعني ايه اوبتيمال، يعني هو حاجه يعني ايه سريع كده فعلا ومش هيعطل معاك جامد، تمام. انما بقى ده انا حتى انا جيت جربت على 100000 100000 يعني بصراحه يعني ما خدش وقت طويل، وكمان لما جيت جرب انت كده حط 100000، يعني جرب حط 100000 بس كده هتلاقي ان الرقم اللي طلع ملى الشاشه حرفيا، يعني ملى الشاشه، فحاجه رهيبه بجد يعني. بس فهو دي نهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا مني، ويا ريت لو لسه ما شفتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.